يعني ضرب فرق كتير جدا وأدى بشكل كويس جدا معاهم وعمل نتائج كبيرة، وبيأدي بشكل كويس جدا في بطولة أفريقيا. درب مالطا، مدرب جامبيا دلوقتي. مساء الخير مستر توم. Good evening. مساء الخير. في البداية هنقول جامبيا الحصان الأسود، وعايزين نعرف ده أقصى الطموح لجامبيا ولا جامبيا بتطمح بالأكثر؟ قبل البطولة كنا تحت 150 في تصنيف الفيفا، We knew that we were competitive. We qualified. لكن عرفنا ان احنا عندنا المقدرة على التنافس، وان احنا تأهلنا في المجموعة مع الجابون والكونغو وانغولا. Even before we won against Morocco and Algeria. وقبل كده كسبنا المغرب والجزائر. We were not afraid of. فاحنا ما كناش خايفين من الكسل. أمم أفريقيا. We have no experience in playing big tournaments. احنا ما عندناش خبره في لعب البطولات الكبيره. So it's a little bit a surprise that we reached now the quarter final. فهي مفاجاه ان احنا وصلنا للربع النهائي. But on Saturday we will do everything, try to يوم السبت هنعمل كل حاجه Cameroon. ان احنا نقدر نكسب الكاميرون. And we will dream of playing the semi final. ونحقق حلمنا ان احنا نلعب نصف النهائي. انا شايف مش بالصدفه ان جامبيا تكسب موريتانيا، تعادل مع مالي، تكسب تونس، تكسب غينيا. انا شايف الحاجات دي كلها مش بمحض صدفه. ازاي تم تكوين الفريق الجامبي اللي بقى محطه صعبه جدا لكل فرق افريقيا؟ When I came in Gambia in لما جيت في جامبيا في يوليو 2018 كان الفريق رقم 172 على العالم. And Gambia won their last competitive match in September 2013. كانت كسبت آخر مباراة تنافسية في سبتمبر 2013. But we built something new. I went scouting in Gambia, but also بنينا حاجة جديدة وعملنا سكاوتينج في جامبيا وعلى مستوى أوروبا كمان بحثاً عن المواهب الجديدة. And we found more than 34 players made their debut in the national team, and we built the team with players. Some players play for big clubs. أكثر من 34 لاعب يشاركوا في المنتخب، منهم لاعبين بيلعبوا في أندية كبيرة، منهم لاعبين بيلعبوا في أندية أصغر، ممكن الدرجة الرابعة كمان في الدنمارك وفي دوريات أوروبية تانية، وممكن في الدرجة الثالثة كمان في سويسرا. Have a good heart, وقدرنا نعمل خليط من اللاعبين اللي عندهم روح قوية وعندهم التزام خطة كبير. Because of that, we are very competitive. والسبب ده احنا قدرنا نوصل لمستوى يخلينا نتنافس. احنا عندنا احسن فريق يقدر يحقق النجاح. بعد قرعة كأس الأمم وبعد وقوعك في مجموعة صعبة جدا، مالي وتونس، ايه الكلمات اللي انت قلتها للعيبتك عشان توصل للمرحله اللي انت فيها دلوقتي؟ قبل كل مباراه كنا بنعمل فيديو عن النجاحات اللي كانت للفرق اللي ما كانتش مرشحه للفوز وكانت بتحقق نجاحات، زي الدنمارك وزي اليونان لما كسبت البطوله 2004 وزامبيا في 2012 وكسبت بطولة أفريقيا. عرضنا الفيديوهات وعملنا فيديوهات عن الفرقة، إن إحنا نثق في قدراتنا وإن إحنا نقدر نكون مفاجأة كبيرة في أفريقيا في كأس أفريقيا 2021. وأنا قلت للاعبين إن هم أبطالي وأنا فخور بهم وبأدائهم، وإحنا دايما نقدر نوصل لأكثر. الأمثلة بتاعته راحت للفرق اللي أخذ البطولات، ما راحتش الفرق قدم بشكل كويس ووصلت لسيمي فاينل أو وصلت دور 8، هو راح أمثلته كلها راح للفرق اللي أخذ البطولات. هل ده يعني بالنسبة له يعني ده كان يعني الكلام ده؟ Yes. أنا كنت أعني الكلام ده.
ان انت لما تلعب بطولة لازم دايما تبقى هدفك اعلى نقطة في البطولة وتحقق حلم. عارف ان ممكن ما يكونش واقعي، لكن انا طموح، مدرب طموح جدا، عندي فريق عنده طموح كمان، وهنعمل كل حاجة عشان نكسب كل مباراة، وفي الاخر هنشوف الحدود بتاعتنا نقدر نوصل لها.